وراك حبيبي لا بقى ينطاق الليل وين يا طيبة الأخلاق. الله وراك حبيبي لا بقى ينطاق الليل وين يا طيبة الأخلاق. قادر ربنا الخلاق أداك الخلق والأخلاق بعيدة حبيب مساك يا حبيبتي الزمن فراق فراق يا طيبة الأخلاق. والله يا مولاي حبيبي لا غير طاق الليل وين طيبة الأخلاق. أنا العيان عيانا أنا العيان عيانا صباح المحبة والصحة والعافية لكل المتابعين في كل مكان عبر شاشة الشروق. أهلا وسهلا بكم، صباح لكل المتابعين وين ما كانوا والحريصين لمتابعتنا من خلال صباح الشروق. وأيضا كمان سعيدين أن يكون عندنا استضافات وضيوف مختلفين، مواضيع متجددة نتناقش من خلالها. وعايزة أقول أنه نحن في تغيير بتاع فصول الأيام دي، كثير من الناس تحرص من الالتهابات وتحرص من الأمراض اللي ممكن يصطحب لنا تغيير الفصول. إن شاء الله الصحة والعافية دايما تبراكم وصباح الخير عليكم. بداية سعيدة نتمناها لنا وليكم عبر هذا اليوم وإطلال عبر صباح الشروق. اهلا بكم. واللوحه والمباشره اللي احنا شفناه الان من النيل
إحساس جميل، إحساس كاميرا وصورة صاحب المصور له التحية، لكن برضو التشكيل عنده دور كبير في إنه الصورة اللي هو شافها دي قادر إنه يصنع علينا من خلال الرسم، ومن خلال ممكن تكون بالنسبة له متنفس للحياة. كثير من الرسامين بنلقاهم مبدعين بريشتهم وبلوحتهم وبيرسموا لنا وبيزينوا لنا حاجات نحن بنشوفها، وأحياناً بنفتكر إنها حقيقة، أو يشوف لوحة وتعجبه صورة مشهد أياً كان بيرسموا بيزينوا لنا بالطريقة الجميلة. تحية صباحية لكل التشكيلين في كل بقاع الأرض تابعونا من خلال هذا التقرير للفن التشكيلي، ونرجع نبتدي صباحنا عبر الشروق. تجربة أنا بديت 200 الرسم لحد ما طورت نفسي وعملت محل هنا في عفراء مول. بدايتي كانت في الابتدائية، كنت برسم للطلبة، كنا برسم النمر المقنع، جرين دايزر، كابتن ماجد، وحبيت الحاجة دي جدا وحبيت الفنون. والوالد الله يرحمه كان داعم شديد لي في المجال ده، وقررت أنه أنا لازم أطلع للعالمية وأشتغل شغلي ده قدام الجمهور. فكانت تجربتي في 2015 في عفراء مول هنا، كانت تجربة صعبة إنه أنا برسم وسط يعني مول، هو الناس ماشية وناس جاية، فكان في توتر، كنت بكون متوتر، وكنت لازم برضو يعني أثبت موهبتي في الحياة دي وأثبت جدارتي. ففي الأول بديت أشتغل الشغل اللايف، يعني تقعد قدامي وأرسمك، اللي هو كان سكتش. وتاني تطورت بقيت اشتغل شغل ديتيلز تفاصيل، اللي هو انت بتبعت لي صورتك وبعد يومين بسلمك ليها. ولقيت قبول جدا من الشباب السوداني، يعني السودانيين بيحبوا الحاجات دي، في مناسبات اللي عنده زوجته عايز يهديها، اللي عنده امه عايز يعمل لها لوحه، اللي عنده ابوه عايز يعمل له لوحه، فلقيت انه في اقبال على الحاجه دي. والحمد لله اتطور الشغل وبديت يعني بديت معروف في يعني حتى لوحاتي، في ناس بيجي يطلبوا لوحات بيسافر برا، يعني في ناس في ألمانيا وفي بريطانيا حتى أوروبا. في ناس أول عمل كان لي هنا في مول عفراء كان لوحة نيمار، اللي هنا تحدد بها نفسي إنه أنا أعمل شغل يكون فيه تفاصيل دقيقة جدا، والشغل بيكون كده يعني لما نعمل لزول لوحة ويمشي يوديها، يعني زول حيشوف الشغل دي اشتغلته وين، أنت اشتغلته عند الرسام أيمن في عفراء مول. فعملت متابعين كويسين في السوشيال ميديا، والحمد لله يعني بتعامل مع زبائن محترمين جدا. وعايز اقول اي زول عنده موهبه، انا بشوف انه اي زول عنده موهبه ما يحاول يدفنها ويقعد في البيت، لا اطلع واشتغل قدام الناس. يعني الشغل الحرفي ده حاجه جميله، بتكون انت دائما مميز، يعني اللي انت اللي بتعمله ما بكون اي زول بيعمله. يعني انا شايف انه ممكن اي زول يقرا ويبقى دكتور، بس ما اي زول يقرا ممكن يكون فنان. الفن دي حاجة من ربنا، وبالنسبة لي بقى مصدر دخل، يعني بقيت الحمد لله عايش منه ومصدر دخل. يعني حابي أشكر زوجتي مودة إيهاب وولدي سمسومي، مع إنه سمسومي هباش
ومشاغب، بس حابه اشكرها لانها وقفت معي كثير ودعمتني كثير، حابه يعني اشكرها جدا. لما قال الرسام الله يدي الصحة والعافية إنه الفن ده الرسم ما أي زول ممكن يقدر يرسم، ودي حقيقة. يعني نحن لما شفنا اللوحات واتمعنت في اللوحات حسيت إنه في إلهام، في هواية، في حاجة جميلة. الزول ده بيرسم بطريقة مريحة جدا، هو مرتاح فيها وما تعبان في نفس الوقت. هو ده إحساس بيحسه. لو جبت أي زول تاني قلت له أرسم، ما أفتكر ممكن يرسم لنا ولا ممكن يطلع لنا لوحة تشكيلية أو لوحة أو صورة لإنسان بنفس الشكل وبنفس الصورة بنفس التفاصيل الممكن تكون مختلفة. تحية لكل الرسامين والتشكيليين.